نيواجين كانت متوجه من عيسى ليبو طيب التنميه ومحافظه على التراث والبيئه تحت شعار التنميه المجاليه لهنات الاستثمار والشح. تم الاختيار ديال هذا الشعار بناء على المعطيات الطبيعيه وعلى المؤهلات الموجوده في هذه المنطقه. يعني الهويه المجاليه كان نتمنى باش تكون قاطره للتنميه وقاطره لجلب الاستثمارات وقاطره لتوفير فرص الشغل. اذا هاد التنميه المجاليه اللي كان هاد المؤهلات اللي تتزخر بها المنطقه الميراجان كانت متوجه من عيسى ليبو طيب التنميه ومحافظه على التراث والبيئه والكفاءات اللي كتزخر بها المنطقه اذا هي كافيه باش تجلب المستثمرين وكافيه باش تخلق لنا فرص الشغل. وهذا نداء جميع المستثمرين جميع رجال الاعمال جميع الفاعلين الاقتصاديين باش يغطوا لديك المدينه ويجيو يستافدوا من الطاقات البيكم اللي كتوفر عليها. هذا المهرجان في النسخه السابعه كيعرف فقرات جد متنوعه وانشطه جد متنوعه. اللي يميزوا هذه السنه هو انه اعتمدنا كثيرا على المواهب والطاقات المحليه. علاش؟ باش نعطيهم فرصه لابراز المواهب ديالهم، فرصه لابراز الطاقات ديالهم، ولاظهار هذه المواهب وصقليها. اذا هذا المهرجان كذلك يعرف انشطه متنوعه رياضيه وفنيه وثقافيه ومشاركه جد كبيره الشباب ديال المدينة خاصة في الأنشطة الرياضية الكبيرة المتنوعة. أنشطة في رياضة كرة القدم، في دوري الاحتياجات الخاصة، في الكرة الحديدية. كذلك المهرجان كيعتمد على واحد الشق جد مهم اللي هو الفروسية والتبويضة، لأن هي رمز ديال المنطقة وموروث ديال المنطقة اللي كنعتمدوا عليه واللي كنحاول ننميوه من سنة إلى أخرى بالدعم الصلبات المشاركة، بالدعم الفرس، بالدعم الفارس. إذا هذا كذلك يعرف أنشطة فنية جد متنوعة، وهذه السنة يعرف قدوم فنانين موقعين على الصعيد الوطني، معروفين على الصعيد الوطني، أمثال فنانة سعيدة شرف، سعيد السماجي، طالبي وان، كذلك حوت السترافين، وتقديم بطبيعة الحال للفنانة المقتدرة لطيفة أحرار. اول حاجه كنبغي نشكر المنابر الاعلاميه اللي وكبت معنا هذا المؤتمر الصحفي واللي كانت سبب في النجاح ديالو. الوجود ديالي هذه السنه كنعتبره شرف ومسؤوليه. الوجود ديالي كان في هذا المهرجان كان بسبب هاد البادره، هاد الهدف والرساله الجميله اللي كتحملها هاد الجمعيه، فانها دير واحد الاشعاع للموروث الثقافي اللي كان موجود في مصر، وتعطي واحد الاشعاع لهذيك المواهب الشابه وديك الطاقات الشبابيه اللي كتزخر بها هذيك المنطقه. منطقه مصر منطقه معروفه بزاف ويمكن محتاجه هي اشعاع اكبر، لان يمكن ما كان في المغرب مازال الناس ما كتعرفش شنو هي هذه المدينه هذه وشنو هو التاريخ ديالها. هذه المدينه هذه تستحق واحد الاشعاع. هذه المدينه هذه كتزخر بواحد الموروث، واحد الموروث اللي يتشرف به المغرب. كي قلت لكم الوجود ديالي في هذا المهرجان او في هذه الدوره هذه ديال هذا المهرجان كنعتبره مسؤوليه، لان بصفتي بنت ديال الاقليم، بنت ديال المدينه ديال ميسور، بنت هذه المدينه هذه عليها مسؤوليه ان حتى هي تساهم في الاشعاع ديالها.